أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. أكلمكم موضوع زمان ما حدش كان بيتكلم فيه او كان بيبقى الموضوع صعب بالنسبه لناس كتير. دلوقتي ناس كتير بتتكلم فيه وناس كتير بتسال فيه وناس كتير مش فاهمه فيه، موضوع المكملات. اول حاجه بس لازم نفرق بين في حاجه اسمها المكملات والهرمونات اللي هي المنشطات، دي حاجه ودي حاجه. انا مش هتكلم عن المنشطات ولا عايز اتكلم عنها لان طبعا اضرارها يعني ما بتنتهيش، سواء اللعيبه بتاخدها او ما بتاخدهاش. ده بيبقى عنده نشاط وبيحضر وبيصرف وليه هدف هو عايزه، فبياخدها بمتابعه الدكتور. ليها قصص وايا كان في الاول وفي الاخر ليها ضرر، عشان برضو ما حدش يفتكر ان هي منشطات او ما لهاش اضرار. المكملات بقى اللي هتكلم عليها، مكملات كتير جدا وعالم يعني حاجات بقى يطلع منها مشتقات والناس مش فاهمه دي ايه. انا هقول بحاجه سهله، في مكملات قبل التمرين وفي وسط التمرين وبعد التمرين، ومكملات على مدار اليوم اللي باخدها على مدار اليوم من لهاش علاقه بالتمرين حتى لو ما اتمرنتش. المكملات اللي قبل التمرين اللي هي بتدي باور او بامب او ضخ دم في التمرين، طاقه في التمرين، اللي هي المنتجات البري ورك اوت او المنتجات اللي هي قبل التمرين، بتعتمد على الكافيين، بتعتمد على عناصر البامب او ضخ الدم، وفيها زي الكرياتين بتدي باور في التمرين. في عناصر في وسط التمرين زي البي سي دبل اي او الاحماض الامينيه، دي انا بعتمد عليها، بتبقى تغذيه للعضلات. دي المفروض بتتاخد في وسط التمرين لو جرعات زياده قبل التمرين، وفي جرعات بتتاخد كمان بعد التمرين، يعني بتتاخد على مدار اليوم. في بقى المنتجات اللي هي افتر ورك اوت او بعد التمرين، ايه اهميتها؟ اهم المكملات طبعا البروتين. الناس تسال عليه ايه البروتين وليه انا اخده. انا باخد البروتين سواء بخس او بتخن. ازاي بخس او بتخن؟ انا عشان اخس مثلا او اتخن او ازيد عضلات ايا كان، لازم يبقى انا لو لازم يبقى ضعف وزني، يعني لو انا وزني 80 كيلو محتاج 160 جرام ل 220 جرام بروتين في اليوم. عمري ما هعرف اخدهم من الاكل الطبيعي، يعني عمري ما هقدر اخد البروتين من اكل الطبيعي، من فراخ او اللحمه والكلام ده، مش هتديني الكميه دي. فانا لو تخين وعايز اخس مش هعرف اخد الكميه دي، ولو برضو رفيع وعايز ازيد مش هعرف اخد الكميه دي. فانا عشان اخد العنصر بتاعي المكمل ده، اخد بحسب انا محتاج قد ايه في اليوم، خدت من اكلي قد ايه، ومحتاج جرعتين او ثلاثه. طبعا جرعاتها بتختلف، في ناس بتقول اول ما تصحى، في ناس بتقول بعد التمرين، ده حسب اللعيب وحسب تمرينه امتى وحسب نظام اكله ماشي ازاي، بتختلف يعني بتتغير من وقت للتاني، وسواء بيضخم او بيخسس بينزل دهون، يعني دي بتختلف، الجرعه بتختلف. في منتجات اللي هي الكارب او الكربوهيدرات او العنصر بتاع الضخامه، اللي هو يعتبر بيتاخد من الاكل زي الرز، البطاطا ده عنصر مهم جدا للعضلات، ده بيتاخد بعد التمرين برده وقبل التمرين. في المالتي فيتامين بقى والاوميجا 3 والكلام ده كله، ده بيتاخد على مدار اليوم، ملوش علاقه بالتمرين، يعني انا لو خدته في يوم راحه مش مضر بالنسبه لي، بالعكس مفيد. زي الاوميجا 3 الناس بتسال بيعمل ايه، ده بيقلل الكوليسترول وبالتالي هيقلل الدهون. في حاجه اسمها ال كورانتين الناس بتسال فيها، ده تابلت مفيد جدا، بيتاخد برده حقن، بيتاخد منه بودر كذا نوع، بس هو الاسم المسمى بتاعه ال كورانتين ده حمض اميني بيقوم بتحويل الدهون لطاقه تتحرق في التمرين. يعني باخده ليه علاقه بالتمرين، ان انا باخده في قبل التمرين مثلا بساعه لمعده فاضيه او بنص ساعه بتمرن، فبيقوم اكتر بتحويل الدهون، بيخليها لي طاقه او باور احرقه في التمرين، فبالتالي هيخسسني اسرع، وحمض مفيد جدا. انا النهارده اتكلمت على جزء معين في المكملات بشكل عام، ما اتكلمتش بشكل خاص، اللي هي المكملات قبل التمرين، في وسط التمرين، وبعد التمرين، وعلى مدار اليوم. ايه هي واعرفها ازاي؟ هنتكلم عليها بشكل خاص اكتر، او اركز على منتجات معينه الناس تسال عليها اكتر في حلقه ثانيه ان شاء الله. شكرا. وبكده تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد مع فقره الصحه والرياضه في رمضان. انتظرونا.